الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، هو سادس أمراء قطر وأحد بناة نهضتها، وهو الذي أعلن استقلالها وأسس لبنيتها الاقتصادية والتعليمية، حيث تولى الحكم خلال الفترة بين عامي 1972 و1995. ولد الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني في منطقة الريان في الدوحة عام 1932. عمل من خلال المناصب التي تقلدها على مؤسسة الدولة وتحديث أنظمتها وقوانينها، وقد تدرج في مناصب عديدة منها قائد قوات الأمن ومسؤول عن المحاكم المدنية في قطر، إلى أن أصبح نائب حاكم الدولة عام 1960. في عام 1970 شكل الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أول وزارة في قطر وتولى فيها، بالإضافة إلى منصب رئيس الوزراء ووزارة البترول، مع احتفاظه بمنصبي نائب حاكم الدولة ووزير المالية. في 3 سبتمبر أيلول عام 1971 أعلن الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني في خطاب مسجل استقلال دولة قطر عن الاستعمار البريطاني، ملغيا بذلك معاهدة عام 1916. وبعد شهور قليلة من استقلال البلاد تولى الحكم في 22 من فبراير شباط عام 1972، فشرع في عملية إعادة تنظيم الحكومة، وكان أول عمل قام به في هذا الاتجاه هو تعيين أول وزير للخارجية بقطر، وفي 19 من إبريل نيسان من العام ذاته عدل الدستور. في فترة حكمه تمت إقامة علاقات دبلوماسية مع عدد من الدول على مستوى السفراء، وساهمت قطر في تأسيس مجلس التعاون الخليجي عام 1981، كما شارك الجيش القطري في حرب تحرير الكويت عام 1990. عملت قطر في عهده على تنمية الروابط والتعاون بينها وبين الشعوب والدول الإسلامية، وكانت على رأس الدول التي خصصت نسبة من دخلها القومي لدعم دول العالم الثالث ومساعدتها. وتوجت تلك الجهود بإعلانها في أكتوبر تشرين الأول عام 1990 إلغاء كافة الديون والفوائد المستحقة لدولة قطر على الدول النامية. وعلى الصعيد الداخلي شهدت دولة قطر في عهده عملية تحديث بالموازاة مع ارتفاع عائدات البلاد من النفط نتيجة لزيادة عدد اتفاقيات الشراكة في الإنتاج، والتي وقعتها الحكومة مع عدد من شركات النفط الأجنبية. وهكذا بدأ إنتاج الغاز الطبيعي أوائل عام 1990 في حقل الشمال الذي يعتبر ثاني أكبر حقل منفرد للغاز غير المصاحب في العالم، وتم تصدير أول شحنة غاز في عام 1991. اهتم الشيخ خليفة بالتعليم والصحة، حيث تم خلال فترة حكمه إنشاء جامعة قطر عام 1977، والتي تطورت وتوسعت وتعددت أنشطتها وكلياتها عاما بعد عام. في المجال الصحي والرعاية الصحية تم إنشاء مؤسسة حمد الطبية عام 1979، وهي مؤسسة الرعاية الصحية العامة الأولى في دولة قطر التي توفر الرعاية الصحية لسكان الدولة. تم في عهده إنشاء الخطوط الجوية القطرية عام 1994 كناقل وطني للدولة. وفي إطار اهتمامه بالرياضة أنشئ في عهده ملعب خليفة الدولي عام 1976 الذي يعد القلب النابض للأحداث الرياضة التي تشهدها قطر، ويجري تحديثه حاليا ليكون أحد ملاعب مونديال 2022. وبعد التغيير في دولة قطر عام 1995 تولى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قيادة الدولة، وأكمل مسيرة البناء والانفتاح إلى أن سلم الراية إلى نجله الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في عام 2013. توفي الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني الذي كان يحمل داخل قطر لقب الأمير الأب مساء الأحد الموافق 23 من أكتوبر تشرين الأول 2016 عن عمر ناهز 84 عاما. وقد أمر الشيخ تميم أمير قطر بإعلان الحداد العام لمدة 3 أيام في كافة أنحاء الدولة على الفقيد الكريم. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.